السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير ان شاء الله. النهارده الفيديو بتاعنا هيكون جولة جديدة في شقة عروسة جديدة، بس ان شاء الله الشقة دي هتبقى شقة تركية، تاخدي منها افكار جميلة جدا جدا لفرشك، وكمان هتاخدي منها حاجات حلوة جدا. الفيديو هيفيدك جدا، في تفاصيل حلوة جدا جدا والله هيفيدك. طبعا حابة اقولك، لو انت اول مرة بتشوفي القناة بتاعتي يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زرار الجرس علشان يوصلك كل جديد مني، وتشوفي كل فيديوهاتي بتاعت الشقق وتستفادي منها كتير. وفضلا منك حطي لايك للفيديو وكمل الفيديو للاخر. اول حاجه كده زي ما انتم شايفين يا جماعه، ده شقه العروسه. هنا ده القريب بتاعها زي ما انتم شايفين، ما شاء الله عليه، لونه رصاصي في بنك. طبعا هي عامله التكاوي بتاعته باللون الابيض، وكمان داخل اللون الكشمير معاه. عايزه اقول لكم لونه تحفه تحفه، وكمان زي ما انتم شايفين هو فاتح. صحيح الانتريه بتاعها لون رصاصي وكل حاجه، ولكن اللي هي بقى مفتحاه بالتكاوي بتاعته باللون الابيض والكشمير. وزي ما انتم شايفين بقى طبعا الترابيزه بتاعتها برده عاملاها لون ابيض، وحط عليها كده بوكيه الورد باللون البينك. وطبعا بقى مقدمه حاجات عليه اللي هي الحلويات بتاعتهم او الحاجات اللي هم بيحطوها ليهم في قلب على الترابيزه وكده. هنا بقى دي غرفة نوم العروسة، وما شاء الله عليها جميلة جدا. يعني عايزة اقول لكم هم في التنسيق وفي الترتيب بجد، يعني عندهم حاجات ما شاء الله عليها. احنا عندنا كمان في مصر شقق العرايس في مصر برضو فيها تنسيق وفيها الوان وكده، بس تحسي التركي مش بيدخلوا يعني ايه الوانات كتيرة، بتحسي ان الواناتهم كلها بتبقى موحدة. هنا كده دوت طبعا التسريحة بتاعة السرير، وزي ما انتم شايفين سيمبل جدا جدا. الكرسي بتاعها تحسي ان هو عامل اللي هو اكليريك، وكمان زي ما انتم شايفين حاطة في البرواز بتاعها اللمط كده، وعاملاه كريستالات اللي هو الشريط الكريستالات على البرواز كله عشان يديها منظر الجميل ده زي ما انتم شايفين. وفي نفس الوقت مش حاطة ميك اب كتير ومش حاطة حاجات كتير، يعني حاجاتها كلها في قلب التسريحة. هنا كمان بقى دي غرفة في اوضه النوم برضو، زي نظام كده ايه، كنبة كده عاملاها ومكتبة. طبعا بقى بتبقى عليها لو انتم ملاحظين عليها الميك اب بتاعها، وبرضو حطاها عاملة عليها باللون الرصاصي. وهنا طبعا ده الدولاب، زي نظام كده الاوضة اللي هي يعني غرفة كده يقدروا ان هم يغيروا فيها وبيحطوا فيها الهدوم بتاعتها وكل حاجة. هنا بقى ده الغرفة التانية اللي هي مفروض ان هي احنا عندنا هنا بنقول عليها غرفة اطفال، يعني هم هناك بيسموها اوضة للضيوف. وطبعا حددت لما ربنا يكرمهم بالذرية الصالحة بتبقى طبعا اوضة الاطفال بتاعة الاولاد، وساعات بيغيروها كمان وبيجيبوها اوض اطفال. زي ما انتم شايفين هي لونها ابيض في كشمير، ولونها تحفة 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 كلها فاتحة. طبعا هم بيحبوا يزينوا طبعا على البنكنت اللي هم حاطينه او البف، زي ما انت شايفه حاطه كده نظام قطعه قماشه من الفرو، وحط عليها شمع دان برضو بيديها منظر جمالي حلو، بيديها منظر جمالي حلو كده زي ما انتم شايفين، وبيخلي شكل الاوضه شكلها حلو زي ما انتم شايفين. طبعا هي ما شاء الله الاوضه بتتكلم عن نفسها من حلاوتها. طبعا حط على التسريح على الكومودينو من هنا، كومودينو من هنا، حط فازة ورد كده، وبرده بالابيض والكشمير. هنا بقى ده المطبخ بتاعتها، ده المطبخ ديت دخلت المطبخ بتاعها، حط كده الترابيزة، وحط زي نظام يعني اللي هي الحاجات الجديدة اللي هي التركي، وحط عليها فازات ورد. وده الستارة بتاعت المطبخ برده شكلها حلو جدا. هنا هي حابة تزين التلاجة. هنا بقى ده البوتاجاز بتاعها بلت ان. هنا الحوض بتاعها لفت نظري، جميل قوي شكله، دوران كده حلو قوي. هو صحيح صغير وكل حاجه، واحنا طبعا بيبقى مواعيدنا كتير وحاجاتنا كتير، بس والله عاتي منظر حلو ومنظر جمالي حلو. المطبخ بتاعها طبعا لونه ابيض، انا بفضل طبعا المطابخ اللي بتبقى فاتحه ولونها ابيض فعلا، بس طبعا هي بتبقى عايزه تنظيف كتير وعايزه شغل كتير مننا ان احنا ننظفها كتير. طبعا المطبخ بتاعها لونه ابيض، فهي يعتبر حاطه فيه حاجات باللون البينك علشان خاطر يعني ايه تخلي الشكل المطبخ شكله حلو شويه، وميبقاش في نفس الوقت كله لونه بينك بينك كده.
طبعا ده المايكروويف وتحته الفرن، لان هي زي ما بقول لكم عندها البوتاجاز اللي هو البلت ان، فطبعا المايكروويف والفرن في مكان لوحده. هي حاطه بقى فازات كده زي ما انتم شايفين على الرخامه، وطبعا حاطه ستاند برضو حاطه عليه اطباق. احسن حاجه يعني شقه العروسه دي ما شاء الله احسن حاجه ان هي هاديه جدا، مفيش فيها حاجات كتيره على الرخامه. يعني في فيديوهات تانية او في شقق تانية بيبقى عليها حاجات كتيره، احنا عندنا في الشقق العرايس بتاعت المصريين وكده يعني بيبقوا حاطين حاجات كتيره على الرخامه، بس ده والله عايزه اقول لكم ان دي بتبقى تقاليدنا هنا في مصر وكده بتبقى تقاليدنا. انما بعد كده لما العروسه بقى بتقدم شويه او بتقعد شويه بتبتدي بقى ان هي تشيل الحاجات اللي على الرخامه دي. انا شخصيا والله كنت كده بقى. هي مورياكو برضو ان هي كانت مغيره شويه، غيرت شويه في الديكورات بتاعه المطبخ، يعني بتشيل حاجات وبحاجات زي ما بقول لكم، هي مش بتحب تكتر الحاجه على الرخامه، ولكن بتعمل نوع من نوع التغيير والتجديد. زي ما انتم شايفين لو تلاحظوا في المقطع اللي فات ما كانتش الحاجات دي محطوطه، ولا الصفايه اللي هي بتاعه الاطباق دي محطوطه، ولا بوكيهات الورد كده زي ما انتم شايفين. هي بتحب ان هي تشيل وتحط، ودي البساطه في كده يا جماعه والله. انك انت مثلا يعني حتى لو كل اسبوع او كل شهر يعني تشيلي حاجه وتحطي حاجه وتغيري فيها، بجد يعني عينك بترتاح وبتبقي حاسه براحه نفسيه. اهو هي بتقرب لكم الكاميرا عليها كمان. طبعا عايزه اقول لكم مستنيه كومنتاتكم للعروسه، وكمان فرحوها بكلامكم الجميل. هنا بقى الناحيه دي كده من ناحيه المطبخ، الناحيه التانية حط حاجات، وعندها بلكونه في المطبخ كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله. بحب جدا جدا البلكونات اللي بتبقى في المطبخ، كان نفسي بلكونتي تبقى في مطبخي يبقى فيها بلكونه، بتبقى حلوه جدا. زي ما انتم شايفين برضو هي عاملاها حاطه فيها كنب باللون البينك، طبعا هي بتبقى بعيده عن المطبخ شويه، ف يعني مظبطه الدنيا. هنا بقى هي بتوريكوا دي البلكونه بتاعتها، برضو حط حاجات عندهم كده تقاليد وحاجات ما شاء الله. ده الشيالة اللي هي بتاعت الكحك والشوكولاتات والحاجات ديت، هي كمان بتوريها لكم اهي. وده طقم التوابل اللي محطوط عندها، وكمان ديت الشيالة بتاعت المناديل. لو تلاحظوا هي كلها باللون الذهبي كده، وما شاء الله شكلها حلو جدا جدا. يعني هو تقريبا كده هو طقم كامل زي ما انتوا شايفين، وليه يعني ليه استخدامات تانية كتير وليه حاجات تانية كتير. طبعا هي بتطلع الحاجات دي بتبقى على السفرة لما بيكون عندها عزايم، لما بيكون عندها مناسبات، زي ما انتوا شايفين زي ما هي ما كانت مطلعاها كده في المقطع اللي فات، كانت حاطه لكم فيها شوكولاتات وحاجات، بس هي حبت توريكوا الحاجه وهي فاضيه عامله ازاي او شكلها عامل ازاي. هنا بقى كده زي ما انتوا شايفين انا قلت لكم ان هي بتجدد كتير وبتحب تجدد كتير في مطبخها، فبقول لكم اهي زي ما انتوا شايفين كده هي محضره زي نظام صينيه، وبقى بتوريكوا الطقم ده شكله عامل ازاي طبعا على الصينيه. طبعا هي بتقدم القهوة هنا لما بيكون عندها مثلا ضيوف او هي وزوجها، يعني عندكم ما شاء الله حاجات جميلة جدا جدا. الطقم ده بجد لفت نظري من كتر جماله ومن كتر شياكته. عايزة اقول لكم ان هي حاطت هنا على الحيطة اللي هو الستيكر اللي هو بيتلزق على الحيطة، احنا عندنا هنا الستيكر اللي هو الحجري اللي هو زي نظام طوب دوت. في عندنا هنا جروبات وفي بنات فعلا بالفعل على اليوتيوب وفيديوهات على اليوتيوب نزلته حطها للسيراميك، انما هم عندهم اللي هو اللي زي نظام بلاطه وبلاطه صغيره كده اسود وسيلفر وابيض، بس شكلها بامانه تحفه بجد. هنا هي برضو بتوريكوا طقم توابل تاني من نفس النوع ده، برضو لونها اسود في ذهبي، وبجد شكله تحفه تحفه. يعني ده المفروض الاستكانه اللي هي بتاعت الشاي، هما بيسموها استكانه، يعني زي فنجان صغير كده بيحطوا فيه الشاي اهو. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك لها يا رب في شقتها وفي زوجها يا رب، ويجعل لهم يا رب زواج صالح يا رب، اللهم امين، ويسعدنا كلنا اللهم امين يا رب. طبعا هي حطت بقى الشاي كده زي ما انتم شايفين، وبيخففوه بميه، يعني هما الطعمهم هو كده يعني كده يكملوه بالميه. عايزه اقول لكم والله اللي هو بيبقى خفيف شويه يعني مش بيبقى تقيل. هنا بقى السكريه كمان زي ما انتم شايفين اهي
ما شاء الله شكله جميل قوي، لفت انتباهي الطقم الذهبي ده. دي بقى السكرية بتاعته، وكمان طقم التوابل اللي انتوا شايفينه دوت اهوت. وطبعا زي ما انتوا شايفين هو ليه استخدامات كتيرة، وهو ما شاء الله طقم كامل يعني، زي ما تقولي كده. شوفي حاطة برضو فيه الحلويات، وحاطة فيه السكرية، و بتاعت شيالة المناديل وكل حاجة يعني، علشان خاطر يعني تبقى كل حاجة متواجدة جنب منها زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله حلو قوي قوي، انا شخصيا عجبني. وشوفوا كمان شكل المعلقة بتاعته، شكلها جميل قوي قوي بجد، يفتح النفس. طبعا يا حبايب قلبي بقى، انا كده يعتبر الفيديو معايا يكون خلص، ما عادش فيه الا حاجة بسيطة فيه. هسيبكم بقى تستمتعوا بباقي الحتة الاخيرة اللي فيه، وان شاء الله ان شاء الله مستنية كومنتاتكم اللي انتوا احلى اخوات ليا في الدنيا. اشوفكم يا حبايب قلبي الفيديو بتاع بكرة ان شاء الله، ومع السلامة.